please. What is the toilet, please? Sprechen Sie Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Ja, 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 ja. Almani, oh, Almani, was? German. What is German toilet? Was? Stupid. Ja, Schweinrupen. Scheiße. Schweinrupen. Sprechen Sie Deutsch? No, but we speak English. Speak English? Fine, indeed. Oh, thank you. What is the toilet, please? It's just around the corner here. From this way, eh? Yes. Thank you very much. Thank you very much indeed. Thank you very much. You're welcome. Ya Ustaz Madhad, shafakum Allah wa afakum. Hadratak Ustaz Madhad. Madhad mean? Ana mish Madhad. Lekin law anta ayizna bqa Madhad. عشان خاطرك انت بس هبقى مدحت قوي، مدحت خالص، مدحت جدا، مدحت جدا جدا. ليه في ايه؟ لا مفيش حاجة يا عم. حضرتك الأستاذ مدحت؟ لا يا سيدي مش الأستاذ مدحت. عايز ايه بقى؟ لا مفيش حاجة. أنت كنت بتعمل ايه؟ مش شغلك. يا أستاذ مدحت يا أستاذ إيه؟ في إيه؟ إيه رايح فين؟ لا أنا داخل. داخل فين وتعمل إيه؟ مش هنا برضه وزارة الخارجية؟ هي دي وزارة الخارجية. طيب أنا جاي هنا عشان الأستاذ مدحت. مدحت مين؟ وبيشتغل في أي إدارة؟ والله اللي أعرفه إن اسمه مدحت بس، هو بيشتغل في الإدارة التعليمية في المجمع. هو جاي اصلا عشان يقضي مأمورية وانا جاي عشان استعجله. نوع ايه المأمورية اللي جاي يقضيها عندنا؟ هو جاي يقضي حاجة. ايه هي الحاجة؟ هو يقضي حاجته، هي بتتقال كده في اللغة العربية، يقضي حاجته، يعني انا هقول لكم على كل حاجة بصراحة. الأستاذ مدحت أصله جاي هنا عشان يخش الحمام. الحمام؟ أيوه، طبعًا حضراتكم عارفين إن حمامات المجمع فضيحتها بجلاجل. الأستاذ مدحت ابن ناس، ابن أصل، يحب يخش مكان عليه القيمة، نظيف. هيكون في المكان ده غير هنا في وزارة الخارجية. هو كان بيشرفنا قبل كده. يا سلام. لكن الجامعة العربية لما عملت تجديدات شاملة. أيوة. بيروح هناك وهي قدامك اهي. في الجامعة العربية؟ في الجامعة العربية. طب يا اخوانا احنا متشكرين قوي. العاف. مين؟ العاف. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ده مع حضراتكم اخوات، ها؟ اخوات انتوا بس مش عايزين تقولوا. ركز معايا. عشان تحفظهم كويس. حاضر. هات ودنك. انت هتنيمني تنون طقطقيسي ولا ايه؟ طقطقيسي؟ اه. التنوين اسمه طقطقيسي. تنون طقطقيسي انت تقول تعالى بتعمل لي كده. بقول لك هات ودنك عشان ما حدش يسمعنا. حاضر. هات ودنك. دكتور انا لازم اشوفك. لا 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 ما ينفعش ما ينفعش بليز من فضلك. محتاجة اقعد اتكلم معاكي. خلاص اوكي اول ما الرياض ينزل انا هكون عندك. باي. أنا هضرب نفسي. لا خلاص. بضرب نفسي. خلاص والنبي. على اليوم اللي شفتك فيه. بضرب نفسي. خلاص طب لا عارف تتكلم ولا عارف تقول حاجة ولا عاوز تفهم. لا ضحك. أنت إيه؟ خلاص أنا لب أنا رياض. رياض فاهم؟ لا أنا بتعمل إيه؟ لا أنا بعدلك عشان الزبلاية تبقى تمام. اسمه الزبلاية؟ الزبلاية ده. اسكت. حاضر. اسكت. حاضر طيب. هو كان بيكلمني في إيه؟ ان شاء الله دخلت توزع اللبن ايه اللي بتقوله ده فتحت الساعه كام النهارده هي ورشه خراطه ايه مش عارف اقول ايه حد سال عليا في السجن مين هيسال عليك انت طب
بقول ايه؟ انا مش عارف اقول يعني ايه. مش عارف تقول ايه؟ انا مش حفظت كل حاجه وفهمتك. مش من مرتبك. وايه المشي اللي انت ماشيها دي؟ انا الكلاب كان عتبرن من الرجل وانا جاي. دول خطفوا كيس السندوتشات مني. ومين ده كلاب خطفوا؟ ابي حد يفهمهم ان انا مدير السجن يعني. حاضر. حاضر. هم مش بوليسي ولا هم خرمانت؟ هم خرمانت. يعني متلخبطين كده خرمانت. ايه اللي انت بتقوله ده؟ بوليسي. طب والعيال دول عملوا ايه؟ حاولوا يهربوا فشلوا يا فندم. طب وانت بتعذبهم عشان حاولوا يهربوا ولا عشان فشلوا؟ عشان حاولوا يهربوا يا فندم. طب والزنازين اترشت قدامها ولا ايه؟ رشوا ايه؟ وبخرنا كمان يا فندم. عشان النفس طبعا. نفس؟ ما انت اللي مش عارف تفهمنا اي حاجه اعمل ايه؟ شكيت تعالى. تمام يا فندم. الضيوف وصل. طب روح انت. خلوهم يفضلوا هنا. روح انت. اتفضلوا فين؟ وانت ينفع تسيبهم كده؟ هم مين دول؟ مش جايب اهلك يفرجوا على السجن برضه؟ هتشل؟ لا والله. طب انا عامل ايه لما انت تتشل؟ حد بيجيب اهله يفسحهم في سجن؟ يعني يمكن تغيير ولا حاجه؟ هنقص سعادتك يا باشا. اتفضل يا سعادتك باشا. اتفضل. عارف يا سعادتك ده غير حضرتك ان هو واسع الاطلاع وعلى درايه بامور كتيره ودارس علم نفس. هو رياض باشا ازاي؟ ورياض باشا حضرتك لو تعرفي امشي انا ولا حاجه؟ لا يا فندم اتفضل سيادتك. لا اتفضل سعادتك. اتفضل سعادتك. اتفضل خلصنا. ورياض باشا يعني من الاخر اول ما تشوفوه هتحبوه على طول. انت حثاله المجتمع وطفله الحشره حمار. اوعى تتفكروا ان الحادثه اثرت على دماغي. بالعكس ارسلوطني انا اللي اثرت على الحادثه. حتى عملت دماغ ودماغ جامدة كمان. يعني أنا بقيت بدماغين. يعني بالمختصر المزيد تتلزم بالقوانين تبقى صاحبه وحبيبه وكفاءة. تغلط يا ريت عشان أمسكك أعصرك أنزل منك أطفال أحداث. أنتوا ما تعرفوش مين هو رياض البنطلوني. رياض البنطلوني يعني أصغر مدير سجن حصل في تاريخ البني آدمين. رياض البنطلوني اللي شايل قلبه وحاطط مكانه علبة بولاك اسود عليكوا على دماغ اللي جابوك لف رياض التوهم. لفة تانية. انت ابني شربته من فترة قبل كده من 6 شهور. ايوه. انت جاي في ايه؟ عربية خضار. وانت؟ في عربية خضار. برضو انت بتشم خضار رياض التوهم عسول. تعالى خد الاتنين دول رحلهم على زنزانة سوق العبور. يلا. انت بقى معلمين. خلاص زمن خلاص انتهى. ما حدش فاهم حاجه. 9 ساعات ده التوقف. انا هرعبكم. انا اللجنه اتنصبت يا فندم. لجنه ايه؟ اللجنه يا فندم. لجنه ايه؟ احنا ما اتفقناش على اللجنه. احنا يا فندم لجنه حقوق الانسان. لجنه حقوق الانسان ايه؟ انا ما اعرفش ايه ده يا فندم. لجنه حقوق الانسان اللي جايه تناقش اوضاع المساجين. اللي جايه تناقش اوضاع اللي جايه فين؟ اتفضل فين. دكتور بيتر انثروبولوجي. اوكي. Dottor Rauf, psicologia. Perché? Io vorrei dire due parole. Voglio dire che siamo molto molto contenti di quel bel carcere, di quella bellissima visita che l'abbiamo fatto qua. Come avete fatto quel mettere a posto questa tutta gente, dottoressa Bea Sociology? A te la corte todro cavoga. Dottor Ahmed Hassouna. Tahia Masri ya am. نجاح اي مجتمع يتوقف بالدرجة الاولى على عدة مقومات. اهمها السلوك الإنساني في التنظيم ودوافعه. وهنا يجب أن يتواءم سلوك الفرد مع سلوك المجتمع. ولكن إذا لم يحدث هذا التناغم الذي يصب في بوتقة الحرية فإن ذلك يرجع لأحد أمرين. حاجة زي الأولى كده مش هتحس إنها علبة بدر. لجنة لحقوق الإنسان حري بنا حريم. شفت الناس اللي جنبنا دي تبقى مراته. سلام. ما قالك حريم بنا. حريم بنا. يعني اللي جنبنا دي. خارجين على سلوك هذا المجتمع يجب أن يستنشقوا هواء نقيا. ولكم يسعدنا أن نستمع إلى تعقيب من الجنرال مانجر رياض المنفلوطي. فليتفضل. أنت بقول لك مسنجر اللي يطلع. مش مسنجر. أنت الجنرال مانجر. انا نطلع انا. انت شغال مبيت حشري؟ ده موزه كتكوته. يا رب استر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً بحب أشكر الأستاذ البني آدم اللي كان بيتكلم من شوية وأقول له إن أنا يعني هعكم على نقطتين. أول واحدة التشرد الأطفالي. بالنسبة لتشرد الأطفال أحب أقول إن تشرد الأطفال ده مش موجود هنا بس، بالعكس absolutely التشرد ده موجود على مستوى العالم كله. فعتبة ندان عدين التيزة للسيد مسؤول لجنة حموم الإنسان إن النهاردة الجنيه غلب الكرنيه وذي أمر واقع النهاردة، فلازم نكون ذات نظرة مبعدية شوية يعني كنت صحباتها، وإن إحنا نبدأ نفكر يعني إيه هم نضيف اللي ساعتهم بيقول عليه. هم نضيف يعني صعب، لأن إحنا عندنا النهاردة الولد الصغير بالنسبة للتشرد الأطفالي، الولد الصغير بيبقى ماسك كيس بلاستيك وتحت كوبر الملك الصالح وعمال حاطه على بقه وعمال يشم في كله، يفضل يشد لحد ما وشه بعمل زي فردة الكوشت، وروح الباب بالليل يشم في رجلين إخواته، فعليه جنني الهوا النظيف. فيعني شوفوا لهم حل، ابني لهم بيوت، اعمل لهم سندوتشات حلاوة بالقشطة. وأنا من هذا المزنق أحب أوجه كلام للسيد المسؤوم رئيس لجنة حقوق الإنسان إن 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 لازم قدامكم يكون حل من اثنين تحلوه، يعني يا تبنوا لهم البيوت يا توفروا لهم الكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا عم وليم. مش معقول مسعود بيه؟ مسعود ايه؟ قول منحوس متعوس. متعوس ليه؟ ايه اللي ليه؟ انت ما انتش عارف ان انا متجوز بقالي 8 سنين؟ عارف. طيب تسأل ليه؟ ما تسألش. انتوا خوفتوني من حكاية الجواز دي قوي، ده انا مخطوب ومقرية فتحتي. نصيحة، فوق وتراجع قبل فوات الأوان. 50 دكتور أمراض عقلية كلهم أصحابي، ما قدرتش أروح لواحد منهم قبل الجواز كان رجح لي عقلي. ساعة القضاء يعمل بصر بعد عنك ممدوح يا أخوي. وصحتك. على فكرة بعد ما كلمتك أبوك طلبني في التليفون. خير؟ أختك جالها عريس والفرح الخميس بعد اللي جاي. اسمع، أنا محامي ولية مبدأ، مستحيل أوافق إن راجل زينا يقع في شربة مية. يعني جات لحد أختك؟ ما تسيبها تتجوز، أحسن ما تفضل عانس في رقبتنا. أه أنا رأيك. ما شاء الله أبناء الشرنوبي مجتمعين هنا زي زمان. إزايك يا عزة يا شرنوبي؟ فاين فاين فاين. تعال. مبروك عليكم جواز علي. انت عرفت منين؟ عمي رقعني تليفون وعزمني. انما مين العريس المنحوس اللي رماه القدر على عيلته؟ سيبونا من عليا وعريسها، خلوني في مصيبتي انا ومراتي. مصيبتي كفل الشر، قتلتني بغيرتها يا عزت. هي لسه على الحال ده؟ الحكايه زادت عن حدها لدرجه اني ما بقتش طايق البيت، حتى شغلي في العياده ما بقتش قادر عليه. ما هو لو كنت خلفت لكم حته عيل مفعوص ان شاء الله قد كده كان سلاها وشغلها عنك. يا عم يعني اللي عندهم عيال مبسوطين ملانيلك. حضرتها بتقول لك ايه؟ لا، الواحده ما تخلفش الا بعد ما تشعر بالاستقرار. كتبت الشقه باسمها ما استقرتش، كتبت العربيه باسمها برضه ما شعرتش بالاستقرار. مش ناقص بقى غير انك تكتب لها تنازل عن الشهاده اللي بشتغل بيها. انت ساذجه على نياتك، حد يسلم ده لمراته بالشكل ده؟ يعني انت اللي فيتك يا سي مسعود. انا كل حاجه في البيت باسمي يا راجل. قول يا بسط، تحتك في البيت غير شويه العيال تلاقيك مستلف عليهم. بصراحه يا جماعه كده انا بقالي كام يوم بفكر في الطلاق. طلاق؟ تجننت؟ المأذون اللي يطلقك يطلقنا انا كمان. وكده نبقى جمله عشان نبقى ارخص. لا خليك عاقل، انت عندك ولاد. ادفع نفقه وربي سته احسن ما افضل متجوز كمان سنتين ومعرفش ربي 12. يا جدع سته ايه بس؟ انت كل الحكايه عندك ثلاث ولاد. في ثلاثه تانيين في بطنها، دي مراتي وانا عارفها ماشيه زي امها بالظبط. ارجوكم كفايه لحد كده، لانكم حطمتوني وكسرتوا قلبي. انا عزة مصطفى الشرنوبي يجي عليه اليوم اللي يشوف فيه ولاد عمه عايشين في بؤس وشقاء. امبوزيبل. تعبنا يا عزة، تعبنا ومش قادرين. بعد طلاق هيصلح كل حاجه. ارجوك مش عايز اسمع كلمه الطلاق دي ابدا.
لانها وسيله الجهله والضعفاء لحل مشاكلهم. اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. خلينا في حالنا والنبي. انت عارف يا دكتور يا عظيم لما تتطلق هيجرالك. هو المكان نفس الرسمه. حلو قوي. عندكم حديد؟ عندكم؟ انتوا ارخص ولا عايزين دخيله؟ بيس يا مان بيس. بيس لو سمحت خليني اجيب الامانات عندك. شكرا. لا اسف جدا اندمجت في التمرين ف ندرى نتمشى. والله فكرة حيلة يعني عشان خاطر كمان التمشية حلوة وناخد وندي مع بعض في الكلام. مش حلوة ولا هي الفورة من كام؟ فورة دي انت تلعب كوتشينة. اجري اجري ايه؟ يعني انا اوصل الكيلو كام عشان ابقى انا كسبت؟ اجري يا بوشكش اجري اجمل لحد فين؟ ده انا خلاص هموت. اجري لغاية ما تتعب. ده انا بحتضر قدامك. ده انت شويه هتلاقي فانيلا وبنطلون بس بيجروا على العجله قدامي. ايه؟ ايه في ايه؟ ضربت ايه؟ رجلي اتلوت. رجلك اتلوت؟ اه. مين اللي زعلها؟ الحقني سندني وشلني. الحقني سندني وشلني التلاته مع بعض؟ الحقني سندني وشلني. انا مش قادر انفع مش قادر انفع مش قادر اخد نفسي. صباح الخير. انت فين يا زيكو؟ بابا مشهور عليك قوي. هو انا مش قايلك ان انا كنت بساكن عند واحد صاحبي؟ مش كنت اضرب تليفون وتقول لك حد عنده؟ ما التليفون خسران وانت عارف. وصاحبك ده ساكن فين؟ في عزبة الزيتون ورا نخلة المطاعي عند الشيط القطر. اسمه ايه؟ اسمه حسن حكشة. الله إيه؟ انت كنت عند حسن حكشة؟ اه. ازايه؟ سلم عليك قوي. يخرب عليك يا حكشة ده واد لذيذ قوي. قوي قوي ده المذاكرة معاه تفتح النفس. يعني عملت الواجب؟ ده انا خلصت على المقرر كله. مبروك يا زيكو. ألف ألف مبروك يا زيكو. الله يخليك. أهلا وسهلا اتفضلي. زيكو مقبول إيش كريم؟ تملي يا روح قلبي وحشاني موت موت. وقف مطلعك ورد عليا. كنت فين امبارح بالليل؟ كنت عند واحد صاحبي. ميسي خالص. صباح الخير يا أنكرش. أنا ما كنتش مرتبطة بزيكي ده خالص. بس إيه دي بس هكلمك. سيبني أرجوك. تعالي بس. أرجوك تقومجل أنا عصبي تعبانة. تعالي بس معايا. عن اذنكم انا رايح الكليه 84 84 90. احفظها كويس. لا 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 انا ما بحبش البنات الحلوين تعيط. لا يا عمي انا بيشوفني ولا بيعبرني واخرتها يشوفه امبارح في العربيه ومع واحده ست. كان معايا واحد صاحبي حسن حكش. كنت بتقول انك رايح تذاكر. تعبنا من المذاكره قلنا ننزل نشم شويه هوا. كده وحسن حكش ده بيلبس باروكه. ايوه ازاي؟ اقرع اقرع. ايوه اقرع. كان عنده قرع انجليزي وهو صغير جات له تعلبه قضت على شعره تماما. وبيلبس كان لابس قميص من شجر ورايح بدراعاته حول رقبتك. انا اصلي كنت بسوق بسرعه هو قلبه خفيف اتخض قال لي على مهلك وحياتي يا زيكو ورحت بايسه هما شافوني وانا ببوسه
خشفوك يا ناس يا عالم. هو ده معقول واحد يبوس واحد صاحبه في العربيه؟ ليه؟ قالوا لك عني ايه؟ ده حتى يبقى عيب. اخس اخس، ما دي اخرتها انا عارف. طب تعالي بقى انت هتشوفي بنفسك. تعالي انا هطلب لك حسن حقشه بنفسه. اسالي حققي معاه، هتعرفي كل حاجه، هتعرفي اذا كنت انا مظلوم ولا لا. الو مين؟ انت مين؟ انت اللي طالبه؟ اهلا وسهلا، انا حسن حقشه. زيكو ده نزل من عندي دي له ساعة. هو لسه ما وصلش البيت؟ لا لسه، ومشغولين عليه قوي. اهو جه اهو. زيكو. الو. ايوه ابو علي. ايه معلش بقى قلقناك من النوم. كله تمام؟ ايوه. ده انت يا ابني كنت ملبوخ حته لبخه. علي صوتك مش سامعك. بتقول نسيت ايه في العربيه؟ مش سامعك ابو علي. الو. كابو عربي السلسلة السلسلة السلسلة. يا خرب بيتك يا ناس، كان عندها حق نوال لما قالت لي ما تخرجش، كان قلبها حاسس. نوال مين حضرتك؟ نوال مين حضرتك يعني؟ مش عارف نوال مين يا ما اعرفش. شكلك ياب منهم يالا، شكلك من بتوع مامي وبابي. امك شكلها جايبه لك العربيه دي عشان تدفعش خربي وانت بصحابك. سيدك يا 500 جنيه. 500 جنيه بتوع ايه يا حبيبي؟ نصر واحد من العربيه. بص شكلك انا بروح على حبيب ديده عليك، لانك انت شكلك اساسا عايز تتضرب وانا دلوقتي فاضي. انت كويس يا بابا؟ كويس. مفيش غير الحكومة تجيب لي حق منك يالا. أنا اللي هجيب السلسلة وهفرجك نفسك أنت واللي معاك دول. سلسلة؟ أنا فاهم الحركات دي كويس يالا، أنا بقى هوريك. أبويا 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 أبويا. اطلع بيها ناس من العرب. لا أنا عايز الدقي. ابن خالتي قابل شرطة هطلع عين أمك. اطلع هنا ولا هيعملنا. يا نهار اسود ومنيل. خدت كمالي بعد الظهر ومعاها باباها ومامتها. فين؟ في العزبه بتاعت ابوك. اشرب شويه برتقال، ناكل شويه موز، اتفشخر عليهم بقى. ها وبعدين؟ لقيت عم عويس الخولي بيبص لي من فوق لتحت.
قلت له ايه يا معويس؟ مش عوايدك. انا ابوك رهن الجنينه. رهنها؟ مش هيجيبها لبر، اخرتها هنسحب امك واختك على السيده زينب، وما نقدم شيء بيداه التقاه، وهنيئ لك يا فاعل الخير والثواب. وبعدين؟ ما بدهاش، لازم نكشفه. لازم نخلي الستات تجري منه، زي ما فركشناها المره اللي فاتت نفركشها المره دي. احنا هنفضل نفركش لامتى؟ احنا ورانا دوري، ماتش الزمالك فاضل عليه اسبوعين. اسمع بقول لك، مش انت اللي كنت قلت لي انك انت عندك ميكروفون قد الترمسه بتسجل كل حاجه؟ هتعمل بيه ايه؟ احنا نحطه في سماعه التليفون ابوك الخصوصي ونسجله. شوفوه. شوف. اهو. هو ده؟ اه. طب دلوقتي اخد الكعبل في السلك. مفيش سلك، الميكروفون الكتروني. الكتروني؟ اه. اللهم صل على النبي. بقول لك ايه؟ ما هو وسهل ولا يشوفونا؟ خرجوا من بدري. خرجوا؟ اه. طب اسمع، اجري انت روح صرف شكريه. طب صرف. خلاص يا زيكو؟ خلاص. عايزين نجرب التوصيله. طيب. انا هوصل اوضتي وانت ارفع سماعه التليفون ولا اي حاجه، بس تعالى في الواد بالترباس احسن ابوك يخش علينا. الو الو الو، 1 2 4 6 8 10، هنا محلات احمد بعزق للتكنولوجيا، المحل المستعد لتوصيل السلكي ولا سلكي للمنازل والافراح والمياتم. انتم السابقون ونحن اللاحقون. 2 4 6 8. الحق بابا، الحرامي رجع. فين هو؟ زيكو حبسه في مكتبك. بعتني موت الولد. زيكو قفل الباب من جوه وزنقه في الحيط وقفش مسمار رقبته. اجمد يا زيكو. بابا جه، بابا جه. هشرب من دمك. اي بتعض يا ابن المفتريه. طب دوق دي. اوعى ياخدك على اخوانها يا زكي. ده انا كنت اخنقها بابا. هيا عيني، هيا عيني. في لك ضرب من العيل؟ اخويا عمي، عمي يا بابا. الحرامي جوه بيفصص عليه زيكو. برافو عليك يا زيكو. المهم التوصيلة. كله تمام. بشرفك. شرف أبويا. أنا أحمد. أنت لسه زعلانة مني؟ فاضية إمتى عشان أفوت عليك؟ أمرك يا حبيبي. بكرة 10 الصبح عشان مسافر اسكندرية. زي ما يعجبك. باي باي. باي باي يا حلوة. بكرة هعرف لك هي مين. ازاي؟ هقول لك انا بكره. ديمتري بوشك يا حبيبي. يا حبيبي ازيك؟ اوعى مسينا بقى يا راجل. الكلام ده اوه اوه حاسب بوشك حاسب. اوه يا عرق. خلاص بوشك. خلاص خلاص. يا مسوي ايه يا عم ديمتري انت كمان؟ انت ايه حكايه اللعيبه الكحيته اللي انت بتجيبها لنا دي؟ ايه؟ السلعوي ده يا سلام، ده السلعوي ده عامل زي ده اسمع على مسمى يا راجل. ده بيهبش في اللعيبه يا راجل. بيهبش ايه؟ ده نزل اخر 5 دقايق الماتش اللي فات جاب جول في نفسه وعمل 2 بينن وشويه وكان هيعمل بيبي بين العرضتين. لا 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 يا راجل مش كلام العرضه دي. اه يا راجل. والنبي سوق انا. لا لا ما تسوقش انت. الاول نبي سوق انا. لا دي عربيه ما سوقتهاش قبل كده يا بوست. ما ينفعش يا بوست. اوعى. لا العربيه دي اوعى يا عم بقى. العربيه دي المصحف لسوق. لا ما ينفعش والله لا سوق. لا دي عربيه ما سوقتهاش قبل كده يا بوست. يلا والنبي هتودينا في داهيه يا بوست. يلا بقى بوست يا جدع. عيب والله ما كان. We'll be right back.
هتموتني بوشكا. كمان حارس مرمى. انت سلعاوي، انت سلعاوي، انت مخبيه. لا سلعاوي. مخبيه السلعاوي هو انت. لا. مخبيه. لا. يا لعيب مخبيه. اه السلعاوي اهو. انت سلعاوي عجيبه، شكلك مختلف تماما عن ما بتطلع في التليفون. عموما كتب لابنك الساعه دي يا حاج، ابنك هيتظرف لمدة 5 سنين. 5 سنين يتظرف 750,000 جنيه في السنة، يعني أكله شربه لبسه نومه هدومه حمومه علينا. قلت إيه يا حاج؟ أنت معايا ولا جاي من النهاردة؟ وال 750,000 دول يعملوا كام مصري؟ إيه ده؟ يعملوا كام مصري؟ أنت عايز إيه حضرتك؟ إيه ليه؟ يطلعوا كام؟ يطلعوا 150,000 جنيه. حلوين؟ زينة والله زينة. ده انتوا نقطة. يبقى احنا هنديكوا 750,000 جنيه، اللي هم 150,000 جنيه، وعربية مرسيدس ماركة تويوتا. ومش كده وبس، لا، بوشكاش محفوظ بيضحي النهاردة. انا هجيب له شقة في القاهرة وحماماتها في الجيزة على النيل اول الصحراوي، يفتح الفرندة بتاعتها يبص على سينما عزيز او فاتن حمامة تقريبا، عشان ما اقدرش اكدب عليك انا راجل كوريكتو. زينة والله زينة. بس في حاجة يا حاج، ابنك هيمضي على نفسه 100,000 جنيه كشرط جزائي. وايه الشرط الغزائي ده؟ شرط ايه يا حاج؟ وانا جاي اشيلك البواسير. شرط ايه؟ بقولك شرط جزائي. هو هيمضي على نفسه 100,000 جنيه يعني. ما تبعبعها شوية يا اخي. يا راجل 1,000,000 جنيه كويس؟ زين. تضحك؟ ايوه اضحك اضحك. ما اصل اللي بتقوله ده يموت من الضحك. هي تلاقيها سلسله. سلسله ايه؟ سلسله ايه ده؟ لا ما ايه؟ سلسله ايه؟ لا سلسله بقى، سلسله ضهري، سلسله ضهري. خلينا في المهم. اه في لعيب جديد اسمه بركات الصغير. بركات الصغير ده اخو سعد الصغير ولا ايه؟ سعد الصغير ايه؟ لعيب جديد الاهلي هيمضيه بكره الساعه 1 الضهر. انا عايزك تروح قبل 1 وتمضيه. ودي شيك بنص مليون جنيه اهو دفعه التعاقد. شيك بنص مليون جنيه حق اللعيب؟ ايوه. خلاص شيك معايا اهو، بكره الصبح الساعه 7 هبطلع له. 7 الساعه 1 بقول لك. انا هصحى 7، انا عايز اصحى 7. خلاص انت حر. كدابه كيف السواق القلابه يا عم؟ هي ناقصه شعر؟ ما انت مشهد لوحدك. هي ناقصه شعر ولا ناقصه خلقتك انت؟ ايه يا ابني تربي عند حلاق ولا ايه؟ انا قلت اخد بيدك. انت مال ابوك انت تاخد بيد ولا ما تاخدش بيد؟ انا هي ناقصه خلقتك يا اخي.
كانت سليمة يا بيه، الحمد لله. الناس حربوك من الأوتوبيس ومشيوا. الساعة كام؟ الساعة 12 ونص. إيه؟ 12 ونص؟ لو سمحت أوضة بركات الصغير رقم كام؟ بركات الصغير بتاع الكورة. بتاع الكورة مش بتاع البليلة، بتاع بركات الصغير بتاع الكورة. هشوفه لحضرتك ساعة واحدة. يا سيدي ساعة إيه؟ الراجل هيطير مني، خلص. حاضر. شوف الصغير. بالراحة حياتك. اتفضل. طب بس الواد بركات ده حتة لعيب. شفت الكرة اللي شالها من فلافيلو؟ يا سيدي فلافيلو مين؟ فلافيلو مين؟ في لعيب اسمه فلافيلو؟ اه اللي هو لونه بني محروق ده. يا سيدي بني محروق انت طالب قهوة سادة؟ اسمه فلافيو، فلافيو. خلص. حاضر. ايه ده؟ اتفضل. اصل انا بيني وبينك لسه متعلم على الكمبيوتر جديد. ما شاء الله. انا هدخل اعمل لك بحث عن طريق الاس. يا سيدي اعمل بحث عن طريق الاس، عن طريق المحافظة، عن طريق المديرية، بس خلص اللي جابه امي. حصل لي ايه ده؟ اتفضل يا سيدي. جناح 22-16. أيوة. الدور ال 22 قاعة المؤتمرات. فخس على عينك. أنا جاي أمضي مع بركات. إيه اللي جاب محمد نجم هنا؟ زي اللي بيلمعوا جزم. طب روح انت دلوقتي ونبقى نكمل كلامنا بعدين. طب بكر بيه عملت لي ايه في الموضوع بتاع رشدي بيه لما قلت لك كلموني عشان عايز قرشينات؟ بأمرت ايه؟ شطارتك ولا خيابتك؟ شطارت ايه وخيابت ايه؟ وانا طالع بملحق. انا بقول لك اللي حصل ده غصب عني، اعمل ايه؟ انت عارف انت سبب في خساره قد ايه؟ وكمان جاي تطلب فلوس؟ يا بجعتك يا اخي. الله في ايه يا بكر بيه؟ بجعتك في ايه؟ الله، ما انا ياما جبت لكم انضاءات لعيبه وجبت لكم لعيبه من غير انضاءات وجبت لكم لعيبه مالهاش دراعات عشان تمضي اساسا ومضيتها. انت عارف انا بوشك محفوظ، لو عايز تمضي بوش امضيهولك واجيبهولك اقعدهولك في الاحتياطي ويسخن طول الماتش كمان. اصحوا انتوا من غيري ولا تسقوا عندك. انت فاكر اللعيبه دي بتمضي عشان سواد عينيك؟ اللعيبه دي بتمضي عشان فلوس رشدي بيه اللي فاتح بيوتكم وماكلك وماكلهم. اكل مين ومشرب مين؟ يلا واحنا شغالين عند التابعي. انت بتقول لنا الكلام ده؟ بقول لك انت الكلام الساعات نيلت. بقول لك انت الكلام ده. ايوه بقول لك يا بكر بيه، عايز نسبتي في اربع لعيبه. وبصراحه بقى كلامك انا مش هضمه، في عضله طالعه لي في الكلام من ناحيه كلامك ليا، مش فاهم ليه. عضله ايه دي؟ عضله كذب طالعه لي هنا، مش فاهم، مش هضمها. انت مرفوض. ما مرفوض مرفوض، احنا هنضربك من قلب الجنه ولا هنضربك من قلب الجنه. طب يلا سلم العقود اللي معاك وسلم اللابتوب اللي معاك وسلم الصورات اللعيبه اللي معاك. ايه اللي سلم؟ سلم ما انا اسوق اللي سلم نفسك البيت محاصر يا حراميه. اخلص. Shut your fucking mouth. لا اوعى زمزم الا فاكم دي. فاكم دي نعرفها بالافلام الاجنبيه. مش انا اللي اتقال نذهب للجحيم يا بكر بيه. مش انا فاهم انجليزي كويس. انت ما قلت اطلع بره بدل ما اجيب لك الامن خرجك بره يا حيوان. انا حيوان؟ ايوه حيوان. انا حيوان؟ ايوه حيوان. شيل امي. تعالى. والله كويس ان انت سقت يا بوسكت. بعد اللي حصل ده اعصابي بايظه خالص. ما كانش المفروض تعمل كده مع بكر بيه ده. انت بهدلتني. انا صحت يا بوسكت، انا اترفدت كمان يا بوسكت. يا ابني انت كنت متعين في قلب الوزاره يا خي. ده انت كنت حته ساعي حقير عويل كلب ذليل مالكش لازمه. لعلمك بقى اللي مش عاجبك ده يا بوسكت، انا مسيت مع بنات بعدد شعر راسي. ده انت كبيرك تمشي مع شعر راسك، عشان كده هو راح وانت جيت. ماشي يا بوسكت ماشي. خلاص اوعى تزعل مني يا بوسكت، انا بكلمك عشان احنا اصحاب وحبايب واخوات من زمان. خلاص خلاص انا عايز انهي العلاقه دي يا سمسم. يا دي الكارثه السودا، ساعه مين اللي تولع دي؟ هي بتاعت انا، بتاعت انا عارف. يا عم ما تفولش. يا سيدي انا ما بفولش، انا ما بفولش، انا بقول لك دي شقيت انا خلاص. الله يا ساتر. الشكل دولة. انزل يلا اجل. انزل بجلدك، انزل بجلدك. مش حسيبك ماما حصل يا بوسكت. حذبني. انزل وانزل بجلدك. يلا بقى يلا يا راجل يا رب. خمسة وعشرين سنة وأنا أدور على العادة متعمد.
25 سنة وأنا مظلوم وعمل واخد حقه من أبويا. لازم نحكي حكم حسب أسبابه. لازم كسب بلاستيك. كسب بلاستيك اللي في العالم في أبويا. كسب بلاستيك اللي في عقب بتاع أبويا. كسب بلاستيك فين؟ كنت بلاستيك. أنا صوت مين؟ أنا. إيه؟ أنا. ما عرفش حد بالاسم ده. أنا لعتم يا ليه بيفتح بقى. طب اديني أمارة إن أنت إبراهيم لعتم. يعني هزغرط لك ولا طبل لك عشان هتعرف ان انا ابراهيم لقتم؟ يا سلام ده اللي بيهزر من ورا باب الخشب ده بأمارتي العلقه اللي كلتها امبارح في السيده زينب. طب ودي اماره من المنطقه كلها عرفت ان انا اتروقت من امبارح. اديني اماره ثانيه. اماره ثانيه؟ اه بأمارتي الشنطه يا حبيبي لقتم. حبيبي لقتم. نعم ارغي عن الامور. الله 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 انت نسيت ولا ايه يا لمبي؟ مش احنا متفقين انك هتعمل كبيري وكدوتي وتيجي معايا تخطب لي الليله؟ اه اجي معاك اخطب لك الليله. انت ما تعرفنيش غير لما اكون في مصلحه. لما اكون في مصلحه تعرفني. خلاص بقى يا لمبي بقى. خلاص بقى صح؟ دوختني عليك 13 عشان دين صغير في رقبتك. فين ال 15 جنيه اللي عليك؟ عيب يا لمبي، عيب الكلام ده. يضعب ايه يا؟ فين ال 15 جنيه اللي عليك؟ كلام بعيب عيب. العيب عيب وانا بقول لك كلام سكس. فين ال 15 جنيه؟ معيش يا لمبي. معاك اسمع اه. لان انت كده بقى بتعمل عليا فرده وبتتبلطج على يا لمبي. فين ال 15 جنيه؟ فين ال 15 جنيه؟ والله العظيم اطلع لك من اخرك ثلاث اخوان ومراخينا. لا لا خدهم. على ما عفنا. أخذ أنت بقى صاحبي وحبيبي وجدعنا. يلا بينا يا عم على النهر. الليل ده كله كان امبارح جبنا حرمان وقاسيه. اتغير ليه؟ اتغير ليه؟ اتغير ليه؟ اتغير. بص يلا بقى هانتكك من عند عمك زقرم لأن حاجة هنجح. سلام عليكم يا عم زقرم. مرحبا يا لمبي. مرحبا بابا. والنبي عايزين نخرب بيتك عجله. النبي عايزين نشارك الواد ده كده وننجهه يعني. علينا. يبقى بني ادم يعني. انت تؤمر. خش يا حيوان. مش عارف كده حاسس ان في حاجه غلط. بس شايف الوجع؟ وجع وجع. وحياه ابوك الحلو كده. والله يا بنت هتشكر بذوقي. بذوقي؟ عيب بقى وخدها يا حتى. 15 جنيه عامل انك كنت واخدها منك عشان خاطر اللي عندك انت حي مني انا نقطك في ليلتك يا عدم. ايه ده يا لمبي؟ انت اخويا بحقه حقيقي يا لمبي. امال ايه يعني؟ اخويا يا لمبي مش مصدق نفسي. قلت كده. مش مصدق نفسي يا لمبي. خلاص ما تقولش كده. مش مصدق نفسي يا لمبي. خلاص يا. مش مصدق نفسي يا لمبي. ما خلصت الغباوة. مش مصدق نفسي يا لمبي. يا ابني خلصت قلنا بقى. مش مخلص الغباوة بتاعت ابوك. مش مصدق. قلت لك خلاص يا بكر خلاص. انت مش فاهمني ان احنا كلنا في مركب واحده؟ عظيم سيب بقى يا يعني. في ايه ده؟ الاسطوانه لو سمحت. ما هي معايا بس انا في حاجه عايز اقولها. الاسطوانه لو سمحت. الهبوء بتاع حضرتك ده بيقلقني. هي انا عظيم. خش بقى عشان تعرف حبيبه القلب موجوده فين. ايوه بس انا من ناحيه الموقف اللي حضرتك عملته ده انا وبيظهر فجاه ويختفي فجاه. مساء الخير.
فات مات بقى. بصراحة بقى أنا عايز أقول لك على حاجة. احنا مش كنا مع بعض ايه الغباوة دي؟ ايه بتنتحر عشان خاطر بس كلمة قد؟ ليه؟ يا معلم؟ الحمد لله على السلامة يا حضرة الضابط. أنا الغردور المذيع اتخطفت يا ابني. مش مصدقني؟ اتصل بيا بالتليفون 012 ايوه 30 خمس ثلاثات. تأكد حضرتك هتلاقي أهلها قلبين الدنيا عليها عشان تصدقني يا حضرتك. ألو؟ ألو أيوه يا فندم، أستاذة هانية الغندور المذيعة. أيوه أنا، مين معايا؟ مع حضرتك برنامج عالم البحار. اخلص يا عم. أيوه يا فندم، معاك السيف أبو الخير رئيس مباحث اسم الدقي. عالم بحار إيه ورئيس مباحث إيه يا سفلة يا زبالة يا وطين يا اللي ما تربتوش؟ إيه اللي في الأدب دي؟ اتفق. أنا يتعامل فيا كل ده بسببك أنت؟ يما خش يا عم خش. سلام عليكم يا رجاله. سلام عليكم. اهلا اهلا كابتن بوشكش، نورت بيتك يا حبيبي. نورت بيتك يا عم، داخل على مراتي ولا ايه؟ تعوك ولا ايه؟ بقول لك ايه يا عم، النص مش النص برضو؟ ايوه يعني فاضل لك نص وتبقى كيلو. اسمع يا حاج، نص انا جاي المره اللي فاتت في حادثه عربيه، انما المره دي بقى انا جاي بجريمه قتل. عارف يعني ايه جريمه قتل يا راجل؟ اه والله من نص ساعه لسه قاتل حيوده جاي بجريمه قتل. تحيه مني للراجل النتن ده اللي استقبلني في اول يوم، انا كمان بحييك. تمام يا فندم، في زياره عشان بوشكاش محجوز يا فندم. دخل هنا تحت امرك يا فندم. بوشكاش محجوز؟ نعم. زياره لمين؟ ليك. وانا عيان ولا ايه؟ زياره اكل يا حدق. هات يا مرق. اتفضل. بيبي جماعي، بيبي جماعي. ايه فرخة بعتني جواب ولا ايه؟ انا رشدي هلال يا بوشكش. مش عيب عليك يا راجل لما سلمني استوارة مضروبة. عموما انا كنت عامل حسابي على كده. لو عايزين فيلم الحبل المشنقة نفذ اللي هقولك عليه. النهاردة المساجين هتترحل على النيابة. الراجل اللي معاك ده كلبش في كلبش هيكون راجل من رجالتنا. كل اللي في الحجز معاك قبضين وهيوسعوا لك سكة. اوعى. النور هيتقطع من جوه الاسم. الرجالة اللي موجودة هتحجز على العساكر. وهيوسعوا لك سكة انت والراجل اللي معاك. هتخرج من جوه الحجز على طول، تروح تجيب الاسطوانة وتبلغني بالمكان اللي انت قاعد فيه عشان ابعت لك رجال تجيبوك لحد عندي معزز مكرم. يا حاج ممكن تليفون؟ اه اتفضل يا باشا. بعد اذنك تليفون من غير ازعاج بس لو سمحت. انا اسف لو انا بزعجك ولا حاجه. الو لسه جرس. الو الو بوشكش. ايوه هانيا. وحشتني. ايوه انا بوشكش. انا بوشكش. ايوه يا ست هربت مش وقته. ايوه هربت. اسمعيني كويس. وحشتيني. انت كمان وحشتني قوي. انت جبت الحاجه اللي انا قلت لك عليها ولا؟ اه يلا بقى مبوشكش. ايه ده؟ يلا مش جبت السكيه؟ جبت الايه؟ السكيه اللي في ايديك. ايه السكيه ده؟ ايه السكيه ده؟ السكيه اللي في ايديك ده. ده اسمه السكيه اللي في ايديك ده؟ امال اسمه ايه؟ اسمه سيدي. انت مالك بتطجن ليه كده؟ بقى اسمه سيدي. سيديل. اه سيديل. بس يا نص بقول لك ايه؟ نعم. عشان عندكم زفر؟ اه في زفر. في زفر. اه في زفر. تاكل زفر؟ ايه رايك؟ شغال. شغال ايه؟ شغال اكل. شغال اكل؟ هي بقت مهنة؟ الاكل عندك بقى مهنة؟ شغال اكل؟ في معدة تستحمل يعني ولا؟ بعون الله. خلاص بعون الله. انت هتزق عربية نقل خلاص. قومي بقى. قومي اعملي لنا ها؟ اعملي لنا اكلة كده حلوة. ها؟ حاضر من عينيا. ممكن ابوسها ولا دي فيها حاجة؟ براحة. بس ابعد نفسك عشان ما ارجعش على ايديا. ابعد نفسك. أكلة حلوة كده. ماشي. ماشي أوكي.
عن اذنك. اتفضلي اتفضلي. حط منوم في الاكل للجحش اللي معايا. تعاملاتكم الشيكي بتخليني افكر ان انا ابني مستشفيات خيريه اكتر عشان اقدر اوفر لكم كميات الميلاتونين اللي انتم محتاجينها. هذا بتاع ايه بقى؟ انا اقول لك بتاع ايه؟ ماده الميلاتونين موجوده في مخ الانسان بالتحديد النخاع. لو خدت ماده الميلاتونين من مخ الانسان بكميه زياده شويه الانسان ده ممكن يموت، ولو عاش هيعيش بفقدان الذاكره زي العيان بمرض الزهايمر. جزئية بسيطة اتكلم فيها دكتور مصطفى محمود. دكتور مصطفى محمود. مصطفى محمود. لا الشيخوخة بتضعف والنتيجة ان الانسان يبتدي الذاكرة تهوي ويبتدي ينسى وما يعرفش كان امبارح ايه وعمل ايه ولا المفروض نمر التليفونات تتمسح من طلع راجل كارثة. وانا اللي كنت فاكرة ان كبير وهيبقى تاجر مخدرات. ده في حاجات اخطر من المخدرات بكتير. اسمعي هانيا. بوشكاش. مش عايز السلسلة؟ عارفة هانيا السلسلة دي زمان كانت بتجيب لي الحظ، كنت فاكر انها بتعمل لي حاجة كتير قوي حلوة في حياتي، بس من ساعة ما ضاعت جابت لي حاجة أحلى بكتير. انت يا هانيا مش عايزة تقولي لي حاجة يعني بجد يعني مفيش. بوشكاش عايزة ايه يا بنت بقى؟ عايزة ايه؟ هترجع لي تاني؟ أنا وحظي. في ايه؟ انت تاني؟ الاستاذ مدحت. الاستاذ رشاد. ايوه يا سكين. ايوه معاك يا حبيبتي. شوف ما تمدش ايدك على اي حاجه موجوده عندك، طب مفهوم؟ بس حلو البساله. اه حلو. انا اللي شاريها كيلو ب 150 قرش. انت كريمه جايب 150؟ ب 150. انا بجيبها 120. يبقى ضحكوا عليك، دي البيته هي اللي بيبيعوها ب 120. ايه؟ اه. امال فين الجزر؟ الجزر؟ يا سلام عليها بقى بالجزر، لذيذة لذة وطعم طعام وشوية بقى رز جنبيهم وفلفلين. اه عندك حق. بتبقى ايه ايه؟ ايه تبقى ايه؟ لا انت هتاخد وتهد معايا كتير ولا ايه؟ انا هتصاحب بعض. استاذ رشاد. ايوه يا سكينة معاكي يا حبيبتي، دي كانت شورى منيلة ب 60 ميلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرما يا حاج رشاد. جمعا إن شاء الله. أظن أنت هنا علشان أخونا الأستاذ مدحت. إن شاء الله. ونسأل الله تعالى إن أخونا الأستاذ مدحت يكون خلص الدورة بتاعته على خير وبإذن الله يكون جاب امتياز. هو أنهى الدورة على خير بفضل الله وبركته، بس يبدو إنه وصل لحد دورة المياه. اتفضل انتظر. إذا كان على دورة المياه مش إشكال، أنا هتمشى 5 دقايق وأرجع بإذن الله. انت بعد المجمع بتسرع على هاوي. انا هنا في المجمع وبس. المجمع كله لم برضه. كله ازاي يا سيدنا الاستاذ؟ ده انا يا دوبك شاري المطرح ده ودافع فيه 8 جراطين طين. تبيع جراطين ارض ببلدكو عشان تيجي تمسح جزمه في مصر؟ قول يا باسط مسلمها لله. رجلك التانية. تعرفش الاستاذ مدحت اللي شغال هنا؟ ايوه. اعرفه. بيلبس جزم من بلاد بره وبيخاف عليها من الورنيش المحلي. ربع جنيه. نص جنيه. هو مسح الجزمه دلوقتي بقى بنص جنيه؟ انت ما تعرفش؟ لا الحقيقه ما اعرفش، بس انا بمسح جزمتي بنفسي
وجزم ولادي كمان، بس بعد كده بقى انا همسح جزم الجيران والشارع كله. هات الربع جنيه بانك راجل طيب. سلام. سلام يا محترم. ورنيش ايه اللي انت عملته في النادي مع الولاد ليله امبارح يا حيوان؟ والله العظيم ما حصل مني اي حاجه غلط يا سعاده الباشا. زعلت البيه الصغير منك ليه يا ولد؟ ها؟ انا بعتك النادي بقى عشان تخلي بالك منه ولا عشان ترجعه البيت زعلان؟ يا سعاده الباشا انا ما زعلتوش، انا كنت واخد بالي منه وعيني كانت عليه ما انا مشيتش، لكن هو اللي اتضير ورا ظهري وشبك لي ديه وانا مش واخد بالي. وبعدين يعني سعادته هو والاساتذه العيال اصحابه يعني هات يا ضحك وترياقي وانا مش واخد بالي. لما خدت بالي كشيت فيه بس وقلت له عيب كده يا سامح بيه، عيب كده. ما برضك يعني كل حاجه وليها حدود يعني يا باشا. حدود ايه يا حيوان؟ وماله انا بركب لك ديل؟ ما ابوك في البلد له ديل وامك في البلد لها ديل. سعاده الباشا خلي امي وابويا بعيد، لا يستر عرض. وكمان بترد عليا يا حيوان؟ دور نفسك مكتب. انتبه يا عسكري، انا هرجعك لوحده تاني عشان تتربى هناك وهخليك تبوس الجزم وتفقد مده يا حيوان. بره صف كلب. هو الاستاذ مدحت لسه ما جاش؟ اصل نسيت اقول لك ان عنده شويه تعب في المصران الغليظ وبطنه ماسكه من الميه اللي بنشربها. ميه ايه يا مدام؟ الميه زي الفل. انتوا هتتلككوا في الميه؟ ما تشوفوا بتاكلوا ايه الاول؟ الراجل بقى له نص ساعه في الحمام، لا يكون حصل له مخبوط ولا اغمى عليه. يا استاذ مدحت! يا استاذ مدحت! يا استاذ مدحت! حضرتك يا حبيبي ده بيت الادب، بيت الراحه، لازم تدخل في هدوء عشان الناس تاخد راحتك. في اوروبا والدول المتقدمه يا مغفل اسكت ساكت، في اوروبا والدول المتقدمه الناس بتدخل البيت ده على نغم المزيكا، على نغم المزيكا هادئه. انت عايز هنا مزيكا هادئه؟ لو في عقد وانصاف. يا استاذ مدحت تاني؟ يا استاذ مدحت شفاكم الله وعافاكم. يا استاذ مدحت ماما الغالية. لا عزيزتي ماما، عزيزتي ماما. يا استاذ مدحت شفاكم الله وعافاكم. استاذ مدحت يا جماعه الاستاذ مدحت وانت قاعد؟ لا هم قالوا لك راح فين؟ قالوا راح دوره الميه. وانت كنت هتدور عليه هناك؟ ده اخر فرصه عشان اخلص الشغلانه بتاعتي. شوف يا بلدينا انا قاعدين لك على السر. كيف يا سر؟ الاستاذ مدحت جه عايد قوي قوي ومحفلط على الاخر، لا يمكن يدخل دوره ميه هناك. هو دلوقتي بره المجمع، حوالينا مباني فخيمه، دوره الميه اللي فيها تشرح القلب الحزين. مين البت دي؟ دي بنت مذيعة شايفة نفسها حبتين. شايفة نفسها؟ تقف قدام المراية كتير يعني ولا ايه؟ حتى هتضحك تاني؟ خلاص البرنامج اتفضل. مساء الخير. مساء النور. ازاي حضرتك؟ كيف وشك؟ والله انا سعيد جدا، كل ما بشوف وش حضرتك بتفائل بيه، بخسر المباراة اللي بعدها. خليك كده وتخلي المصور يقص لنا كام صورة كده رز هلال والأربعين حرام بتوع بسرعة. تحب أكلمهولك؟ أنا اتعاملت تاني معاه مرة قبل كده. عارفه مين هناك ده؟ طبعا عارفاه، بكر العصفوره بتاعت روز الهلال. يا بنتي لا مش ده، التاني اللي جنبه. مين ده؟ ده بقى يا ستي بوشكش محفوظ اللي شهرته بوشكش، فرخه بكشك عند بكر ورشد هلال، معاهم في النادي. سمسار لعيبه ايه؟ عتيق، يجيب اللعيب من دول ما يقعدش معاه اكتر من خمس دقايق ويكون ماضي. كارثه بقى. كاريرو كوش دي بيه؟ Yes.
دلوقتي. وبجد فعلا بشهاده من الكابتن باكر فعلا بفضل دي دي بجد. وبعدين بصي للاعيب هنا حضرتك، لما تلاقي عنده الفك الشمال رامي على ناحيه الشمال، تعرف ان السمانه مقلوظه. انجازات رشدي بيه الهلال السنه دي مش في مجال الكره بس، لا ده في مجالات شتى. لانه بيعمل جمعيات خيريه، مستشفيات، وسمعتها واضحه. صحيح بيركز في الكره يعني، لان الشعب المصري طبعا بيحب الكره، احنا كلنا مصريين بنحب الكره طبعا. طبعا بحب مصر. بحب مصر. وحضرتك بتحب مصر طبعا، وانا بحب مصر. امال وحضرتك وكل ده، وانا بحبك. انت اكيد بتحب مصر برضه. طبعا كلنا مصريين. كلنا مصريين من قلوبنا بجد. امال حضرتك حضرتك لو مسكنا دراع حضرتك ده وقطعناه كده، طيب انا بقيت كتحه، هينزل ايه من دراعك؟ دم. الدم ده فيه ايه؟ كرات حمراء وكرات بيضاء، يعني اهلي وزمالك. مصر تحيا مصر بجد من قلوبنا. شيل ايدك، شيل ايدك. هو عادي عادي تقع في مناخيرك كده يا بابا؟ انت مفيش هتقع في مناخيرك. كابتن بوشكش. ايوه فندم. هل ممكن نروح لكاس العالم؟ احنا مش هنروح لكاس العالم، احنا كاس العالم هو اللي هيجي لنا وفي تاكس. واحنا فعلا قدرنا نتعاقد مع 7 لعيبه سوبر، اهمهم واعظمهم على قائمه الموجودين كابتن مناخيره. شيل ايدك كابتن سلعاوي. بجد يعني هو ده اللي احنا، وان شاء الله باذن الله فاضلنا في الفتره الجايه يا دوب حارس مرمى، ولا كده قدرنا نبقى جاهزين للموسم الجديد. بس كابتن بوشكاش ناقصنا جون كمان. طب يا استاذ ايه يا كابتن بكر؟ ايه مالك؟ ما هو محرس مرمى هي يعني جون. ايه ما تتكلمش في مواضيع تخص بين المواضيع دي. الله هي ناقصه يا كابتن بكر. وانت يا عم شيل ايدك من مناخيرك. استني واحده لو سمحت، انت عايز تمخرب قول ستوب، بيديك 5 دقايق نخربها على جنب. مش اكشن تسجيل تروح ضارب صباعك بتطير صاروخ في الفضاء. انت ايه؟ انت ما بتحسش يا اخي؟ انت مش بني ادم. كابتن بوشكاش، بما انك وكيل لاعبين وميم، ايوه ممكن تدينا فكره عن مشكله الحضري؟ سؤال ذكي جدا على فكره. بالنسبه لموضوع حسام الحضري، حسام عصام الحضري. ايه ده؟ عصام الحضري. لا دي فكره خاطئه زي ما حصل عند كل الشعب. هو مش عصام، هو حسام. عصام ده كبير، انا سالين انا عارفه. الاثنين توينز يعني توام، تعرف الانجليزي؟ الاثنين توينز يعني توام الاثنين. هو واحد سابق والثاني قبلها ب 4 سنين. ده ساعات بيبقى حسام الحضري وفي البريك بيروح منزل عصام الحضري، فتحس ان الواد فيتنس جامد. انما هو اثنين واحد نزل قبل واحد ب 4 سنين. فهي دي المعلومه اللي ارجو ان انا بصلحها عند الشعب المصري كله وكل الجماهير الحبيبه العاشقه لنادي الترسانه. ايه ده؟ بيلعب في الاهلي. شيل ايدك من لعبه في مناخيرك. يا نهار ابيض، انا سايب خطيبتي في الشارع بقى لها ساعه مقطوعه، هروح لها دلوقتي وهظبط لك المصور قبل ما امشي. طب بس اوعى تنسى. لا عيب، يلا هشوفك. سلام. يا اخي اربط الحمار، ما ضع ما يقص صح.
يعني انا جاري في غش الناس ومعاكسه الحريم. انت مالك انت؟ وانا عمري حيفع شغلانه ده. انت بتلفق في ايه وهتروع؟ اربي انا برضك اربي. طيب يا مرات خال الله يسامحك تقولي على نعمه ربنا اربي يا اخويا. معلش يا خال معلش ما تزعلش مني. بكره هبقى كويس قوي اوعى تزهق. بكره تنفخر ان ليك ابن اختي زي هتنفخر بيا اخي النفخره. ولا هشغلك ايه بس تاني يا ابني؟ ما انا خلاص غلب حماري. ابا عايز ايه؟ انا الفرجان بتاع الخضار كان بيدور على واحد يجرون العربيه. يجرون العربيه ايه يا بنت؟ هشتغل حمار؟ حمار ايه يا راجل؟ هو عنده حمار تاني. هو عايز واحد يمشي معاه يساعده ببيع الخضار. اذا كان كده معلش شغلانه حلوه خضري ليها مستقبل. خلاص الصباح رباح خلك يبقى ياخدك يوديك الفرجان. اذا كان كده بقى الواحد ياكل بنفس مفتوح. وما بنت تزني من هنا. قومي قومي كخابر. الواحد بقى ياكل دلوقتي بنفس مفتوح يا مراد خال. ونعمه ربنا لو حد مد ايده دلوقتي هيعرف شغله. انا بقالي ساعه قاعد ساعه قاعد على نار. انا بقول لكم اهو قوم في زيت اهو. قوم يا خالد كمان. يا فوطه يا مجنونه يا فوطه. فوطه ايه يا ابني؟ اسمها قوطة مش فوطة. قوطة ايه؟ هي بلدنا اسمها طماط لكن هنا اسمها قوطة. خلاص انت حر قوطة قوطة. يا مجنونة يا بنت المجنونة يا قوطة. هي مجنونة بس مش بنت المجنونة ولا حاجة. طب بقول لك ايه؟ بدمها مجنونة كده ما تيجي نبيعها قدام مستشفى المجازين. اخرب عقلك دمك زي العسل وباين عليك ابن حلال وهتنفعني باذن الله. انا دراعك اليمين. اديني كيلو بطاطس يعني فرجان. عينيا الاثنين. تسلم عينيك. استنى انت يا فرجاني ما تتحركش. وعندنا كوسه حلوه قوي. شوف الكوسه عامله ازاي تنفع للاطفال. اديني كيلو كوسه. والطماطم تلاقيها النهارده ما تلاقيهاش بكره. ناخد 2 كيلو. طبخين لحمه النهارده؟ اه. ما تاخده محشي معاها يرم العظم. لا دي شيله كبيره قوي. وماله؟ اوصل عليك لغايه البيت. واي خدمات اخرى؟ افندم؟ لا مفيش. شوف الكوسه عامله ازاي؟ الحمد لله جبرت وبقت حاجه عالي. وكده حلو وعالي يا حسنين وشك حلو عليا. الله يخليك يا عم فرجان. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هسيبك دلوقتي واطلع على سوق الخضار اتسوق خضار بكره. وانت بعد الحمار ما ياكل تجيب العربيه وتيجي على البيت او بالمره تتعشى معانا. لا ربنا يكرمك يا عم فرجان. طيب. لا ربنا يخليك. السلام عليكم. مع السلامه. طب كنت هجريها ولا حاجه؟ هتعمل كل اللي بالفلوس دي كلها ايه؟ انت على قطع اللي هناك كوبايه شاي تقيله يا ولا نحسن واحد دماغه تقلب حبتين. والسح اللح تفوه شيلوا الواد من ابوه. السح اللح تفوه شيلوا الواد من ابوه. انت يا اخينا اخينا هو حسنين ما جاش بالعربية ولا ايه؟ لا ما جاش يا ترى ايه اللي أخره؟ ايه ده؟ لما حتة نومي حمار راح فين؟ ده كان مربوط ايه اللي فك؟ يا حمار يا حمار انت رحت فين يا حمار؟ لازم بقى سبقني على البيت. طب مش كان يستنى لما نروح سوي؟ اما حمار صحيح. فين الحمار؟ ايه فين الحمار؟ قال لا هو ما جاش هنا. هنا فين؟ هنا في البيت. بيت مين يا جدع انت؟ فين الحمار؟ ما تخافش هو تليه بيقضي مصلحه وجاي على طول. انت عبيط يا جدع انت ولا بتستعبط؟ فين الحمار ومين اللي فك الحمار؟ وانا مال لما يجي بساله. اساله؟ ده انا هروح في سد الدهيه. يا ولا ولا محمد يا صاحبي. بس يا ولا بتقول بس اسكت انت. هي بلد ما فيهاش حكومه ولا ما فيهاش حكومه؟ بس يا ولا ولا انت عايزين تعشتوني يعني؟ اوعى تجيب حاجه فيكم.
مفيش يا خال، اسمع كلامي حسنين يا ابني. احسن حل انك ترجع بلدك. انا ماليش حد في البلد يا خال. يا ابني افهمني، لقمه العيش هنا صعبه، لازم تشتغل وتشقى، انما هناك اللقمه سهله. يا خال انا ماليش حد غيرك يا خال. والله يا حسنين يا ابني انا عملت اللي عليا وزاده شويه كمان. قول بقى انك انت خايف من مراتك. ايه؟ هو في حد ما يخافش من مراته؟ طب ده بيخاف سلم. طب ما تبعتها البلد تخوف الفراق بدل الحكومه بتصرف المصاريف الجامده دي. بقول لك ايه؟ خد يا حسنين دول ونوصل لغايه موقف التاكسي الاجره ونخرب اسمه كريم. ما تخلي يا خال. زي بعضه. هات ياسين انت ما صدقت. الأجرة يا فندية. طب نوصل بالسلامة يا أخينا. ادفع الأجرة يا أخينا قبل ما نوصل، بنزين يغلى، دفعت الأجرة مضاعف. قال أنا كان معايا 2 جنيه دلوقتي راحوا فين؟ دور عليهم زناد. ده خالي لسه مديهم لي دلوقتي. أمال أنا بطلب الأجرة مقدم ليه؟ ما كل يوم يطلع لي واحد زي ده ويعمل عليا الأونطة دي. عيب يا اسطى ما يصحش كده. انزل بقى يا أخويا انزل. أدينا هنزل يا أخويا مسدود. أدينا افتح لي الصخمطة دي وحياتك. بتفتح من إيه؟ يلا يا اخويا. روح يا اخويا. اعوذ بالله. يلا امشي امشي جنب الناس الشروكه ده، ان شاء الله يطلع لك فرد بلجيكي ياكلك انت وعربيتك كمان. يلا يا اخويا. طب ده الميه انت واللي يعرفك لما تبقى تتجهر تحت منك. اصحى، ممنوع النوم هنا. ايه؟ ممنوع النوم هنا. هو مش ده بيت ربنا؟ قال لي معزوم في بيت ربنا. بس ما تنامش. حاضر. اصحى يا بلدين، اصحى عشان افرشك بره. حاضر. طب يلا قوم بره بقى، يلا بره. روح انت يا سيدنا، انا مش هخليه ينام هنا. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. طبعا انت جعان نوم. ايوه انا جعان نوم قوي. ما تيجي معايا وانا نايمك. بتتكلم جد والنبي صحيح؟ طبعا صحيح. لا يا اخويا، لا يا اخويا بلاش. ليه؟ كان هتقول لي انام نظير كذا وانا يعني مفيش فلوس خالص. يا سيدي سيدي سيدي، الناس لبعضيها. قوم قوم قوم. تمام. مقطوع من شجره واقع من على النخله وحالته انفشه وشكله انشطه. طب ما جهزتوش ليه؟ ان شاء الله، بس اما نجوه شويه والصباح رباح. ماشي. يلا يا سو 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 سكر. انت بتتكلم كده ليه؟ لا مؤاخذه، اصل السي سي 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 ما بتجيبش معايا. اتفضل انت. مؤاخذة يا معنانا. علبة سجايرك اهي عشان بعد ما تاكل تحبس. كمان ده كرم كبير قوي منك يا سي خليل يا نبيه. ايه؟
يا سي حسن يا برطوشي، اسمي خليل الغبي مش خليل النبي. ماني عارف، بس كل ما بقولها لك بقول يا اهلي مش معقول امك سهمتك الغبي. بقول يا اهلي خلينا في السجن احسن. ما هتجينيش، هتنطرني ما هتنطرنيش، هتزحلقني ما هتزبحلقنيش. ايه ده؟ هانيا؟ لا والله يا هانيا بجد انت اختنفت خالص. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ خلاص بقى ما تكسفنيش. شفت نفسك في المرايه عامله ازاي؟ شعرك فراتيه و حلقات دقني و... ايه ده ايه ده ايه ده بجد انا اتثبتت انت؟ ايه ده؟ يلا بقى اطلب لي حاجه كلها. انت جايه دايسه جامد ليه كده؟ جايه عايزه اكل على طول كده. اسمعي حلوه دي تبقى ليام. ايه ده؟ لا معلش كنت قاعد عمال اقول يا ترى هتفرقعني ولا ما تفرقعنيش. قبل الاكل بقى وقبل ما نلغوص ايدينا انا محضر لك مفاجاه. كل سنه وانت طيبه. مساء الخير. هي دي؟ ايوه. ايه اللي هي دي؟ كل سنه وحضرتك طيب. انت طيب. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to هيلا. Happy. هيلا ايه؟ هانيا هانيا. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to هانيا. هانيا صح صح. ايوه هانيا هانيا. Happy birthday to you هانيا. شكرا. ايه ده بتقلب الخفايا بالليل ولا ايه؟ غريب قوي. ليه غريب ليه؟ وحنينة. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا بالراحه عليا، انا مش قد الكلام الجامد ده. تتصور اللي عملته النهارده ده خلاني احس ان انا عايشه لوحدي طول عمري. حتى اهلي عمرهم ما احتفلوا بيا ولا حتى قالوا لي كل سنه وانت طيب. يا ستي بس بالراحه كده شويه بس. انت يعني بيني وبينك بقى كده يعني عشان ما نقلبهاش غم، بيني وبينك تعالى نتكلم. ها انت منتظره ايه من العصابه اللي موجوده عندك في البيت؟ النبي منتظره ايه؟ دول لو فكروا في الصحوجه هيودوك افغانستان والله. ويوم ما تطلع في ابنهم يعملوا عيد ميلاد لهانيا بنتهم هيعملوه في عيد الجلاء. انت نصيبك بقى في الهدايا طبانجه سمكي نص عالي، المهم ان لازم يكون في جريمه قتل هتتم في الليل. بيني وبينك بقى في شويه كده مز كده عمل لك الحفله دي والقعده دي قبل كده. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا ما اسمحلكش بالكلام ده، انا مش بتاعت كده خالص. ايه اللي انا مش بتاعك كده خالص؟ هو انا قلت لك تعالي البيت؟ انا بقول لك يعني انت تركيبتك ايه وكيانك ايه؟ انثى. ماما 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 ماما. سوف لا نشتري شجرة، ستكونين انت الشجرة وسنعلق عليها أحلامنا. أي طبعا. وهمومنا وهدومنا وبنطلوناتنا. كل أحبك كي تزيد وسمتي، فبغير حبك لا أكون جميلة. دي أغنية كاظم الساهر بس ده طبعا كاظم الغيظ. هنقول احنا لسه حبايب يوه ما خلص قلناه، هنقول لسه قلبنا داي يوه ما خلص قلناه، هنقول احنا لسه حبايب يوه بقى. ايه 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 يا غلاسه وخلاص. انا عايز ابسطك. تبسطني ايه وتزفتني ايه؟ احنا ما اتفقناش على كده. احنا مش اتفقنا؟ لا ما اتفقناش على كده وما تعملش كده تاني مره، ما تعملش كده تاني مره. احنا متفقين على اغنيه واحده بس، هابي بيتزا صح؟ هابي بيتزا مش كده حصل ولا لا؟ دخلتني بكاظم الساهر وسددت لي جيوب الالف بوسكيت، ودخلتني بعدها بمصطفى قمر. هنقول احنا مش ناقصه. طب اسمع دي اسمع دي. مش هسمع دي. وايه القرف اللي انت لابسه ده؟ ايه؟ لابس لي قعده عربي؟ يلا يلا اديك يا عم. نأسس في التبادل تأسيس اساسي يعني في الغلاسه. انا برد على التليفون بس لحظه. الو؟ ايت هاني قاعد مع مين؟ تضرب محشي؟
قادرة محسن. طب صلي على النبي. بيتنا كله منور. كل يا حبيبتي بالهنا والشفا. ميرسي يا ضنت، بجد الاكل حلو قوي، تسلم ايدك. قولي لي يا حبيبتي، انت متجوزه؟ يعني معلش يعني لو متجوزه تاني هتفضل قاعده معانا كده يعني قاعده دي يعني انهي نطعه هيقبل حاجه زي كده؟ يا واد اسكت، بجس لك نبضها. يا ستي تجس نبضها ايه؟ وانت شايفاها عندها هبوط ويا قاعده. اسكت بقى. وانا مخطوبه يا حبيبتي؟ ولا دي كمان؟ النبي الواد بشكر ده زي العسل وما يتفتش. ما ناقص تقولي لها يعني احنا جايبين له الصيني والنجف ومصاري النوم كمان بالمره. بالك انت بقى كوبايه الشاي بعد الاكل فوق سطوح بيتنا ما تتفتش برضه. ايه يا ولية يا وطي احترم اللي جابوا كرامه اهلي. ايه ده؟ الرجال انا في الحياه الشعبيه حاجه بقى يعني الراجل راجل دمه حامي وسخن راجل بجد. يا راجل يا معلم تخفي. ايه ده؟ انت مبرقلي مبرقلي ليه كده؟ حاسسني ان انا بشتمك اهو يعني. يعني هم كده تقريبا بيلغوا بعض يعني تقريبا كده بيلغوا بعض؟ دول هيموتوا بعض. ما هي دي بدايه الصلح. والنبي عايز ما تلمسنيش. ايه شفتي ده الليله؟ معقوله بعد الفضيحه اللي عملوها دي يتصالحوا بالسرعه دي كمان؟ حياتك وبالسرعه دي هتلاقي 18 عيل بيجروا في الحاره بكره. سامعة؟ سامعة كروان ده؟ بمناسبة العسل بقى بتاع أختي. مش فاهمة حاجة. يا العسل بتاع أختي تهاني لما قالت الواد مشكل ده عسل وراحت بصالك كده، هل أنتِ العسل ده هو فعلا نفس العسل اللي عند أختي ولا أنا أروح أجيب عسل من برا؟ لا. لا؟ كده؟ صريحة وضيحة كده جريحة؟ لا مش قصدي. انا قصدي ان العسل بتاع اختك هو العسل اللي انت قصدك عليه. لا انا كنت عايز اقولك فعلا على حاجه. طب اقول بسرعه عشان حاسه ان قلبي بيدق جامد. ومفتاحي على طول على طول ومفتاحي. مش يمكن يكون ابن الحلال واقف ومتربص لك؟ ها مش كده ولا ايه؟ بس انت كنت عايز تقولي حاجه. لا قول انت الاول. لا انت قول الاول. طب اقول لك على حاجه. تعالى نعمل زي فيلم لبنى عبد الحفيظ وعبد الحكيم حافظ في دمي ودموعي ولت سقطتي. انا عشان المدرس بتاعك جه وليه مش عايزين زحلقين. تعالى يا مقصوص الرقبه. لا مؤاخذه يا حضرت اصله ليه متحبه. لا ابدا كلنا كنا لمضين واحنا صغيرين. ازيك يا حبيبي؟ حبيبك انت تعرفني عشان تقول يا حبيبي. الله يجازي اشتاق. طيب روح هات الكراريس بتاعتك. ما شاء الله عنده صياعه مبكره. بقول لك ايه يا حاضر؟ نعم. ابو مجدي كان قال اتفق مع المدرس. والله يا فندم مفيش فرق اللي تدفعوه يعني. لا احنا نحب نتفق عشان اللي اوله شرط اخره نور. طيب جنيه في الحصه كويس؟ جنيه ده ايه؟ ده بيقولوا عليك لسه تلميذ ولا انت مدرس ولا حاجه. هنديك 35 قرش. احنا بنبيع كرنب. والله بين البيع والشريف تحلى. الو منك اقول لا ولا رزع على الله. 35 قرش ده ايه؟ طب انا بقى بالعين دي فيك حق. انا موافق يا ست. خلاص وانا عايزه الواد ينجح. واحد الله ما ننجح لك مخصوص. هات الكتب بتاعتك تعال. اقعد يا مجدي. لا هاخد الدرس وانا واقف. اقعد بقى لا اديك في خلقتك بقى. خلق مين يابا؟ ده انا باكلك عيش. طب اقعد اقعد. انت في سنه ايه يا مجدي؟ في السنه اللي انا فيها. يا ابني ما تتعبش قلب انا مش ناقصك. في سنه خمسه. ابتدائي؟ لا هندسه كليه الهندسه. بتكلم عادل يا واد. اعمل لك ايه؟ ايوه في خمسه ابتدائي. اللهم طولك يا روح. ومين سمعك؟ وبتاخدوا ايه يا مجدي؟ بناخد اللي في الكتب. امال مقطعه كده ليه؟ امال حلف السندوتشات في ايه؟ يا رب يا هادي يا هادي. الدرس الاول مقصود بضبك قوي. اقفل يا عم اقفل في لجنه. كلهم سالوا عليك في المستشفى. واحد ده كلهم ليك حق تفتخر بيهم.
انا نفسي لما بقف قدامهم بحس ان انا ام سو براود. اكيد انت كمان سو براود اوف ذم صح؟ نعم يعني هما اكيد يعني ولود حلال يعني. هما مين دول؟ دي العيله يا رياض. لا 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 الحمد لله معلش ما خدتش العمليه. معلش انا عارف العمليه. اه بالظبط هي العمليه. العمليه صعب متاثره دي انا بس انت عارفه يعني فتره هتعدي. طب هما يعني هما ملمومين كده ليه؟ ده انكل مازن. اه ده اه فين بقى ده؟ ده مازن. ده انكل مازن. اه عميد. نعم لسه واخد رتبه لواء نصب وحتيل. حديد وشايل رتبه ايه؟ نصب وحتيل. اه هو نصب يا لواء سواد يعني. طب ومين التاني اللازم ده اللي هو وقت الشيكولاته كتير ده؟ ده وقت توفيق. توفيق؟ لا لا والله كافحة مخدرات. يا لهوي وزي ده خد ده والتاني ابو صباع طباشير ده عارف انا ده لما كان بقه بايظ الحمد لله دلوقتي ما بقاش فيه. ادهم بيع التليفون. انا فاضل لي خمس دقايق وهعترف. اثبت انت دلوقتي رياض باشا ولازم تتعامل على انك رياض باشا. ابوس ايدك ابوس ايدك. لسه معرفانا على عيله دلوقتي كلها رتب فاضل لهم جوز عساكر واعلان الحرب. ابوس ايدك تعالى خدني من البله دي. لو زنقت في اي سؤال اطلع منه باي حجه وانا من نجمه هكون عندك. انا عايز من نجمه. انا مستني من نجمه. لا عايزني هتطلع تنام ولا زعلان زي عوادك؟ هو لو حضرتك زعلانه او متعوده على الزعل يعني انا ما اقدرش ارفضك اي طلب يعني. ممكن ازعل يعني. يبقى اكيد لسه زعلان. لا مش لسه زعلان. خلاص خلاص. لا ما هو ما نعرف بنوي بنوي ايه بلدي ما يا ما زي ما زي ما ده يا ما حاجه ده حاجه. لا ما تمشي. لا 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 حد زعل بني ادم زي دي. حد زعل بني ادم زي دي فالله 2 فولت وتنور. نايل على عينك بقى. نام في الكبنين في قلب الكنيف نفسه. الحكومة وانا اللي كنت فاكرك انك هتبقى الحتة الطريقة اللي في حياتي اللي كان عندي استعداد ان احرم نفسي من الغطا عشان تستغطي. احرم نفسي من العشاء عشان تستعشي. انت اللي زيك مش لازم يهمش اليوم الثلاث ايه ولا الاربع. بتقول ايه؟ بقول ايه؟ الزرينة اللي بره دي بتاعت ايه؟ يا عربية الشغل. شغل ايه؟ رياض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فازوق كبسة كابوس كابوس تعوض زعل كابوس موف كابوس موف. أنا هقوم أغسل وشي من الصوف البطنة اللي لازم في صدرك ده تيجي فين في حلقة الليمبي مش يكتب ده لا هو عندك لندو شياكة يا علي.
ما تعرف حاجة. مالك ضبط مغير. ايه ده؟ انت حلقت؟ لا يعني حركفتها شويه يعني. يقعد كده احلى بكتير. يعني لا يعني مش يعني كده احلى من ابسولوتلي. نعم ابسولوتلي. ابسولوتلي. دخل الريح حلوه. تعالوا قرب بقى وسيبوا الناس تاكل عيش. المهم احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف يا عديل. ليه فين؟ زين انا فين؟ 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 دلوقتي؟ اه اكل فين؟ ايه؟ ايه رايح فين؟ هقولك بعدين. ايه الحته دي يا تامر؟ مولود انت هنا؟ دي حته عشوائيه ها؟ والله فكره. نعمل لنا قاعده جماهيريه هنا ونكسب اسوار. واحد قريبك هنا الكبير بتاع الحته دي. روح هات. انا هعمل جوله. بخيت حنيده المهيطه المرشح نفسه عن الدايره هنا. بخيت حنيدة المهيطة المرشح نفسه عمال عن الدايرة بتاعتكم. امشي انا! امشي غور! امشي ازاي! بخيت حنيدة المهيطة رمز الجردة. بخيت حنيدة المهيطة رمز الجردة. احنا مالنا؟ مالناش دعوة بحد. لو سمحتي انا مرشح. ما ترشح ولا حتى ديك مصيبة. جاتك نيلة. لا انت فهماني غلط. اصل انا بتاع انتخابات. بس يا جمالات انتخابات مين دي يا بس؟ ما اعرفهاش ياما. ما فيش يا اخويا حد بالاسم ده. يلا طلع امشي من هنا. يلا شوف حالك. لا انت قصدك مش واخده بالك المساله. انت بقى جاي رايق وعايز تعاكي. لو راجل ابن راجل تقف مكانك يا حمار يا ابن الحمار. في عرض النبي فكرني مش هعرفك. هتلففني وراك المنطقه. ليه انا اجيبك من وسط بيت حمار؟ ليه يا جبان يا نت؟ فكرني مش هجيبك يا ابن. امشي حيلك تعالى. الله. وبعدين هزعل منك كده. السلام عليكم. انا بخيت المهيطل مرشح نفسي هنا في الدايرة. أنا من مواليد بحري. أنا أبويا عامل زيكم وجاي أدرس مشاكلكم على الطبيعة. هو واضح إن عندكم مشكلة نظافة وفي مشكلة مية كمان وفي مشكلة صرف صحي. واضح كمان إن عندكم أزمة مساكن. مفيش مستشفى هنا قريب. ها مفيش مستوصف؟ مفيش مدرسة؟ والظاهر كمان إن عندكم مشاكل في الكلام. أنا عايزكم تتكلموا. ليه؟ عشان نحاول نحل مشاكلكم. ليه؟ عشان ظروفكم تتغير. ليه؟ اللي ليه ليه؟ أنا عارف إن في مرشحين جم قبل كده ووعدوكم بحاجات كتير ولحسوا كلامهم بعد ما نجحوا. إحنا مفيش ولا مرشح زرنا من 30 سنة. 30 سنة؟ يبقى أنا جيت لكم في الوقت المناسب. وأنا وعدتكم لو نجحت لو هحاول أوصل صوتكم للمسؤولين. وفر على نفسك يا أستاذ. محدش من دول هينتخبك.
ليه مفيش حد هينتخبني؟ انا منكم وحاسس بمشاكلكم. يا ابني انت ما انتش فاهم، محدش من دول له صوت. ايه كلهم خرص؟ محدش من دول عنده بطاقه انتخابيه ولا عمره صوت ولا راح انتخابات، عشان كده محدش بيزورنا. يا ابني انا عارف الناس دي كلها من يوم ما اتولدت. اتكل على الله ما تضيعش وقتك. لا مفيش بضاعة يا حودة، قول لأمك اللي احنا فلسنا يا حودة. سلم لي على أمك كتير. الله يسلمك. مع السلامة يا حودة. السلام عليكم. مع السلامة يا حودة، سلم لي على أمك. الله يسلمك. العمال اللي عندهم عربات حمراء يبصوا على الخلق كده. أهلا يا مدام. أهلا يا مدام. يعني إيه الرياض يطلع من المستشفى على الشغل؟ والله سعادتك هو بنفسه قال لي وصلني على البيت الاول. مشكله برضه؟ والله قال له وصلني على البيت من المنزه دي. بعدين عموما يا راجل باشا اتفضل روح انت مع المدام وانا حالاتي النهارده في السجن. سجن ايه ومدام مين؟ رابع النوم مين دي؟ دي مراتك. الله ده نهار اسود. يلا يا رياض. ايوه وصلنا على حد بقى. ايوه ده النهار انت ما قلتش ان انا متجوز قبل كده. مدام فايحة. ده مين؟ رياض يلا. أيوة. حاضر يا حاج على جاي. طلع خلاص فيحاء. اسمها ايه؟ فيحاء. فيحاء ده معطر ده. مش اتفضلي يا مدام. من فضلك يلا رياض. انا عارفه ان انت زعلان مني، بس مش معنى كده انك انت تسيب البيت. صحيح ممكن اكون غلط، بس ده اسم مزيكا ما يستاهلش كل ده. رياض انت جوزي وانا اكتر واحده لازم تبقى جنبك بعد العمليه، ده واجبي. انت ساكت كده ليه؟ هو حضرتك بتكلمني؟ امال بكلم مين؟ انا قصدك عنا كده فكرتك بتكلمني في النوض عيل. انت مال صوتك عامل كده ليه؟ الفنج معصفر. الفنج معصر يعني. الدكتور قال لي هيقعد بتاع حوالي يعني 9-6 سنين كده يعني. ادى انت ساكنة في القناطر الخارجية؟ استنى وندى مدمازيل. استنى استنى. لا هو المكان ده غويط. لا الحمد لله على السلامه. انا هطلع اخد شاور بتاعي قبل ما تستريح. نعم هطلع اخد شاور بتاعي قبل ما تستريح. لا خد الشنطه برضه. ايه بقول الشمس اللي منور الدنيا دي. اللي هاجم ده